إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، مع مراجعة مختلفة لفيلم الكيف بطولة محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني وجميل راتب، وقصة وسيناريو وحوار محمود أبو زيد، ومن إخراج علي عبد الخالق. يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحر الخفي. بتبدأ الحكاية مع جمال أبو العزم طالب الحقوق السابق أو مزجنجي مطرب الأفراح الشعبية الحالي، ولأن مزجنجي شغال شغلانة مش بتاعته فده بيحطه في مشاكل كتير جدا، ومنها المشكلة اللي بدأ بيها الفيلم. اللي حصل إنه لما كان بيغني ونتيجة لصوته الوحش فبيحصل مشاكل ما بينه وبين أصحاب الفرح، واللي بينتج عنها إنه بيتم احتجازه في الاسم، ولأن مزجنجي عايش في وسط فاسد فكان دايما مش بيلاقي حد يلجأ ليه إنه ينقذه من المواقف دي غير الشخص الوحيد المحترم في حياته وهو أخوه دكتور صلاح أبو العزم. وفي أول ظهور لصلاح أبو العزم هنشوفه بكل وضوح مدى التناقض ما بين شخصية جمال وصلاح. جمال كان طالب سابق في كلية الحقوق وساب الكلية وجري ورا شهواته ومزاجه وتخلى عن أهم حاجة وهي أخلاقه، وعاش في طبقة متدنية أخلاقياً وثقافياً فأصبح ليه طريقة تفكير وطريقة كلام مختلفة. ده أنا بدهبزه ودهرزه عشان يبرعش ويحنكش ويبقى آخر طعطعة. طريقة بتعتمد دائماً على السعي وراء الشهوات بألوحها بدون أي ضابط أخلاقي. وعلى الجانب الآخر وعلى النقيض تماماً هنلاقي صلاح أخوه، هو على عكس جمال كمل تعليمه وأصبح دكتور في الكيمياء، والأهم من ده أنه لسه متمسك بأخلاقه ومبادئه اللي زرعها فيهم أبوه وهو صغير. فالفارق ما بين جمال وصلاح أن واحد تخلى عن الأخلاق فهوى وواحد تمسك بيها فنجا وارتقى. المهم أن صلاح بعد ما خرج مزجنجي بالاسم راحوا بعد كده على بيتهم القديم علشان يكتشف صلاح أن مزجنجي قلب بيت أبوه لغرزة، فبيحصل ما بينهم حوار جدلي بيحاول فيه صلاح أنه يثني جمال عن الطريق اللي ماشي فيه، لكن كل واحد فيهم بيطرح وجهة نظره. صلاح متمسك ان جمال لازم يسيب شغل الطبال دي ويشوف شغلانه محترمه، لكن مزجنجي بيقول له جمله واقعيه لكنها صادمه، ان العصر ده مش بتاع شهادات وانه عصر تفتيح الدماغ. تفتيح المخ، احنا في عصر تفتيح المخ. وطبعا صلاح بيفشل انه يقنع جمال فبيفترقوا ويروح كمان لبيته، ومزجنجي بيروح فرح مع فرقته، وبعد ما بيخلص بيقابل عبده الكرف علشان يشتكي له ان حته الحشيش اللي اخدها منه ما كانتش قد كده، لكنه بيكتشف انها مش معاه وبيفتكر انها كانت البنطلون اللي اخده صلاح منه علشان يغسله في بيته، فبيروح بسرعه علشان ياخد حته الحشيش من عند صلاح، لكن طبعا صلاح بيرفض وبيصر انه ياخدها منه، وبعد كده بيدخل معاه في حوار جدلي عن اهميه وجدوى الكيف بشكل عام، وكل واحد فيهم بيقول الاسباب اللي بتاكد وجهه نظره، لكن في وسط الحوار بيقول صلاح الجمله دي. الكيف ده وهم صنعوه الناس بضعفهم وجهلهم وعودوا نفسهم عليه، زي اللي بيصنع صنم من حجر وبعدين في الاخر بيعبده. انا الجمله دي رنت في دماغي وحسيت اني سمعتها قبل كده، وبعد تفكير مش كتير افتكرت، لكن هقول لكم في اخر الحلقه الجمله دي سمعتها فين قبل كده. المهم ان بعد كده بيحصل نقطه تحول مهمه جدا في قصه الفيلم، لما بيقرر صلاح انه يعمل مقلب في جمال علشان يثبت له ان الكيف ده عباره عن وهم، فبيعمل خلطه كده من الحنه والزيوت العطريه علشان يطلع بنتيجه مذهله، وانه عمل حاجه شبه قطعه الحشيش سواء في الشكل او الملمس او الريحه، لكن بدون اي مواد مخدره. بعد كده بيدي الحته دي لمزجنجي علشان يوزعها على اصحابه في قعده انس. الغريب بقى ان مفيش واحد من الناس اللي قاعده كشفوا لعبه صلاح ودخلت عليهم كلهم بما فيهم جمال، علشان نشوف بعد كده مشهد بيتجادل فيه مجموعه من الحشاشين مع عبده الكرف وبيشتكوا فيه من غلاء اسعار الحشيش، وان جرام الذهب بقى ب 12.5 وجرام الحشيش بقى 15. رايك كرف وكل يوم بسعر، ما تبطلوا جشع بقى، الواحد يشرب بقى برخص. فعلا دي مهزله، جرام الذهب ب 12 جنيه وجرام الباب ب 15. انا بعتبر المشهد ده مشهد هزلي لسببين، اولهم ان جرام الذهب سنه 85 كان ب 12.5 جنيه، والتاني الناس بتشتكي من غلاء الحشيش، وبامانه مش عارف اذا كان ده معتاد في الاوساط دي ولا لا. المهم ان عبده الكرف بيروح لمزجنجي لما بيلاقي انه بطل يشتري منه، وبعد ما بيحصل ما بينهم حوار مزجنجي بيكتشف ان جرام الحنه اللي بيعمله اخوه صلاح ممكن يتباع ب 10 جنيه، وهنا بيحصل نقطه التحول الثانيه لما بيحس جمال انه ممكن يجني ثروه من اختراع اخوه صلاح. بعد كده صلاح بيعرف مشكله لما ما بيعرفش يدفع مصاريف مدرسه ابنه الغاليه، فبيحاول يصرف الفلوس لكنه بيفشل، فبيحكي لاخوه جمال، فجمال بيسلفه الفلوس وبمنتهى السهوله، وبيحصل ما بينهم حوار جدلي تاني من جمله الحوارات الجدليه الرائعه اللي بتدور ما بينهم طول الفيلم. الحوار بيدور حوالين قيمه العلم في المجتمع، وانه لا قيمه للعلم في مجتمعنا باماره ان دكتور صلاح دكتور الكيمياء بياخد 250 جنيه في الشهر. زنقت روحك في الكيمياء وفضلت تدعي في ماجستير وفي دكتوراه واخرتها 250 جنيه في الشهر يا مهرج.
انا كنت عاوز اتكلم اكتر وبشكل مفصل عن المشهد ده، لكن هسيبكم تتفرجوا عليه وتستمتعوا بيه بنفسكم زي ما انا استمتعت بيه. المهم بعد كده ان صلاح بيعمل كميه من اختراعه وبيديها لجمال، واللي بيديها بدوره لعبده الكرف، واللي بدوره بيروح بيها للفيلن الممتع الفنان جميل راتب او سليم الباظ. الباظ بيه تاجر مخدرات بس على تقيل، فلما الكرف راح ليه واداله الحته المضروبه ما دخلتش عليه، لكن لانه انسان ذكي فقدر قيمه الاختراع اللي عمله صلاح ابو العزم، وفكر انه يستفيد منه بطريقته الخاصه، واضاف بعض الحبوب المخدره لخلطه صلاح، وخلى عبده الكرف يشتري كميات تانيه من مزاجنجي. وطبعا مزاجنجي جشع وعماه وحلم الثراء السريع خلى ريقه يجري، فحاول انه يقنع صلاح بانه يعمل كميات اكبر علشان يبيعوها، لكن صلاح بيرفض، فمزاجنجي بيحاول انه يقنعه، وبيصوخ من ضمن جمله اسبابه ان اللي بيعملوه ده ما فيهوش اي ضرر للناس. وفعلا مزاجنجي بيقنع صلاح انه يعمله الكميات اللي محتاجها. دي بقى نقطه مهمه هنا، ان وانا بتفرج على النقطه دي من الفيلم لاحظت ان مزاجنجي وهو بيحاول يقنع صلاح ان شخصيته بتتحول من شخص عشوائي مش بيستعمل عقله لشخص منظم جدا وبيفكر تفكير منطقي ومرتب، وبيسوق البراهين والحجج علشان يثبت وجهه نظره. وده يخلينا نتاكد ان جمال ابو العزم او مزاجنجي مش انسان غبي، لكنه انسان ذكي جدا، لكنه بيستعمل ذكائه في المكان الغلط. المهم ان دي كانت نقطه تحول ثانيه في حياه صلاح ابو العزم. صلاح لما تخلى عن اخلاقه ومبادئه وداء الفلوس الحرام حياته اتبدلت تماما، علاقته باهل بيته اتهزت، ابتدى يسهر في اماكن مشبوهه وابتدى يغير من عاداته. المهم ان مزاجنجي بعد الفلوس ما جرت في ايده قرر انه يتاجر في نوع تاني من المخدرات، نوع مختلف وبيدخل كل بيت ويفسد ذوق كل واحد فينا، وهو انه يعمل اغاني هابطه بدون معنى او قيمه. انا في الاول كنت فاكر ان مزاجنجي ده انسان غبي لما يقرر انه يغني وهو بصوته القبيح ده، لكن انا قبل كده اكتشفنا انه انسان ذكي جدا وعارف متطلبات المجتمع اللي حواليه وازاي يكسب منه حتى لو هيضره. المهم ان في نفس الوقت اللي كان صلاح مشغول فيه بجمع الفلوس، وجمال مشغول مع الموسيقيين امثال بيسي النكش والشعراء العظام امثال ستاموني، وكل ده عشان يطلعوا لنا روائع زي كيمي كيمي كار، واللي لفت نظري في اول الفيلم اللي مزاجنجي سرقها بالظبط من صديقه الطبال دوفا العياط ونقلها منه بالسنتي. المهم ان خطه الحنه والمخدرات اللي عملها سليم الباظ مشيت في السوق وانتشرت جامد، وده خلاه يحتاج كميات اكبر، فقرر انه يخلي عبده الكرف يجيب مزاجنجي لحد عنده ويحاول انه يعرف منه المصدر الحقيقي للخلطه، لان طبعا سليم الباظ ما دخلش عليه الحكايه اللي قالها مزاجنجي قبل كده، وهو انه بيجيب الخلطه دي من ارمله تاجر المخدرات عين الشكروت واللي موجود في السنبلاوين. وفي تلك الاثناء بيكتشف صلاح ابو العزم ان الخلطه بتاعته تم خلطها بحبوب مخدره، وانها بقت منتشره جدا وان ضررها وصل لكل الناس، لما بيتعرف على قطعه منهم موجوده مع اخو مراته. ساعتها بيصور لما بيتاكد ان خلطته اصبحت مصدر ضرر كبير جدا لطبقه كبيره من الناس. ويا ترى صلاح هيفوق ويرجع صلاح بتاع زمان وهيقدر يقف هو جمال قصاد سليم الباظ ونفوذه، ولا الباظ بيه هيبقى ليه راي تاني؟ وده اللي هنعرفه لما نتفرج على الفيلم. محمود ابو زيد بيطرح فكره ان الاخلاق هي الحد الفاصل لكل شيء، فاحنا عندنا خط فاصل وهو الاخلاق، وما دونه بيبدا الانهيار وبتبدا قصه الفيلم. او بمعنى اخر ان تخلي المجتمع عن الاخلاق بيؤدي لظهور امراض كتير فيه، ومن اهمها الضعف اللي بيظهر في كل جنبات المجتمع وبيبقى سمه رئيسيه في افراده. وده بينتج عنه حاجتين، اولهم ان الانسان الضعيف بدون حمايه الاخلاق بيبقى غير قادر انه يواجه الواقع اللي عايش فيه، ولا بيبقى حتى قادر انه يغيره، فبيتجه لحاجتين، الكيف والدجل. الدجل؟ طب ايه دخل الدجل في موضوع الفيلم؟ انا هقول لكم السبب. محمود ابو زيد اكد على ان فكره الضعف هو سبب في ظهور امراض المجتمع في موضوعين، اولهم في فيلم الكيف، وثانيهم في فيلم البيضه والحجر. الكيف ده وهم صنعوه الناس بضعفهم وجهلهم وعودوا نفسهم عليه، زي اللي بيصنع صنم من حجر وبعدين في الاخر بيعبده. افهم من كده انك بتجهل المجتمع وتتهمه بالجهل؟ لا، الضعف هم اللي بيخلقوا الدجال ويصنعوا بارادتهم زي ما صنعوا من الحجر تمثال وعبدوه. تاني امراض المجتمع واللي بتظهر نتيجه التخلي عن الاخلاق، وهو ان الافراد معدوم الموهبه زي مزاجنجي والنصابين والدجالين امثال سليم الباظ ومستطاع الطعزي بيتصدروا المشهد، وده بيبقى على حساب شخصيات مهمه زي الدكتور صلاح ابو العزم او مستطاع مدرس الفلسفه قبل ما يتحول لدجال. النقطه الثالثه وهي فساد الذوق العام، لان الطبقه المتصدره للمجتمع بتعتمد على ان فكره التكرار بتولد التعود على الشيء حتى لو كان الشيء ده فاسد. فلو فرضنا مثلا ودنك سمعت اغنيه وحشه ونفرت منها اول مره، فهتلاقي نفسك لو سمعتها مره تانية انك بتتعود عليها، وان احساسك بقبحها بيقل مع التكرار، وبعد كده هتلاقي نفسك اتعودت عليها وحبيتها. انا برضو اول ما سمعتها ما دخلتش دماغي،
لكن لما هدني خدت عليها عششت في نفوخي وكيفتني. أنا كمان أول ما سمعتها ما دخلتش دماغي، لكن لما ودني خدت عليها عششت في نفوخي وكيفتني. طب يا ترى إيه السبب؟ هل الأغنية مثلا مستواها ارتفع؟ أكيد لا طبعا. الحقيقة المجردة إن ذوق حضرتك هو اللي باص، وبقاش يقدر يفرق ما بين الغث والسمين. ملخص الفكرة هو في جملة واحدة، وهي إنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. سلام.